نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد واخيرا غادي نوري لكم الفون دو تان اللي وعدتكم به ديال البشره الجافه. هاد الايامات ماشي حيت يعني نسيتكم ولا ما بقيتش غادي نوري كما كان كيسحب بعض البنات في القناه، ولكن كانوا عندي فيديوهات يعني بحال درتهم في ستوك وكانوا عندي خصني نحطهم هما الاولين عاد باش نسجل لكم فيديو جديد. مهم هذا الفيديو هذا غنوري لكم بعض المشتريات ونوري لكم بعد نوري لكم نيت هذا الفوندو تان الخاص بالبشره الجافه. مهم اول حاجه غادي نوري لكم بعض الحوايج ولا الكساوي ديال الصيف. كما كنقول لكم انا دائما كيعجبوني الحوايج ديال الصيف وديال الربيع نشريهم، واخا دابا حنا كاينين في البرد. كما قلت لكم دائما انا كيعجبني يعني داكشي كامل ديال الصيف، البرد ما كيهمنيش، واخا يعني واخا مونطو جوج ثلاثه ندوزو في البرد ما يهمنيش، نبدل بزاف في البرد. الصيف هو اللي الفصل اللي كيعجبني، هو الفصل اللي كيعجبني نشري فيه الحوايج بزاف بزاف بزاف، وباش حيت الصيف كلنا يعني كنكونوا في عطله وكيعجبنا نلبسو مزيان والالوان وداكشي. داكشي علاه انا هاد الايام هادو كنشري مشتريات هاد الشهور الاخرين غير ديال فصل الصيف. المهم بغيت نشارك معكم شي بعد يعني الكساوي اللي خديت وعجبوني بزاف بزاف بزاف. المهم الكسوه الاولى هي هذه نيك اللي لابسه، صراحه عجبتني بزاف الالوان ديالها، بحالاش الثوب ديالها كيجي زوين بارد ديال الصيف، وهي هي طويله وكتجي مصلحه من هنايا، يعني كتصلح في الصيف كتصلح في الربيع كتصلح كاع في سميتو، وجايه طويله بزاف بالنسبه للناس اللي كيديروا الحجاب. ولكن من بعد في ميني لوك بوك كما ديما غنخلي لكم واحد الفيديو في الاخير باش تشوفوا بحال جاتني راه على الكسوه هذه. المهم الكسوه هذه كتجي كلها فيها صدايف هكا، ومن تحت فيها واحد الفتقه، ديك الفتقه انا جاتني كاشي شويه من تحت الركبه، يعني كاينين شي بعض الكساوي اللي كيجيو الفتقه كتجي طالعه حتى الفوق، حيت نيت كانت عندي واحد الكسوه حتى الفتقه ديالها في الاحمر طالعه حتى الفوق، وما كنلبسهاش بزاف حيت ما كنلبسهاش كاع نهائيا من الصيف العام فيت ما لبستهاش، حيت كنقول دائما بغيت ندير الخياطه باش تحاول دير ليا شي ثوب من التحت طويل باش بعدا كي الا تحلات ديك الفتقه حيت مفتوحه بزاف زعما ما تبان ما يبانش داكشي معيق، حيت فهاديك الكسوه الا سديت كاع الفتقه غيجي خايب، حيت دايره بحال هكا بحال بت فاش كيكون العجاج ولا شي حاجه كتحل وكيبان كيبان كلشي، يعني من الاحسن دير شي ميني اخر قصير من التحت. مهم هي الكسوه اللي قلت لكم صراحه زوينه بزاف، بارده فيها الوان زوينين، في انا من عشاق هاد الالوان هادو بحال الزرق الخضر بحال هاد الالوان هادو كيعجبوني بزاف. طويله راه غادي نوري لكم الصوره ديالها مزيان، كتجي في السمطه هنايا فيها واحد لاستيك يعني يجي مع رقيقه مع الغليظه، اي حتى كلشي غادي تقدر تجي مع هاد الكسوه هادي، حيت دايرين عند الكرش عند تحت الصدر دايرين فيها واحد الاستيك اللي تقدر تلبسها طايه كبيره ولا طايه صغيره، وفيها في جميع الطايات، وهذه صراحه واحد النوع ديال الكساوي اللي كتاخذي اي طايه خديتيها كتجي قدك. صراحه عجبتني بزاف، والثوب ديالها بارد غادي يصلح في الصيف، يعني ماشي واحد الثوب اللي بحال النيلون، هذاك النيلون انا نهائيا ما كيعجبنيش. كما قلت لكم البنات هذه هي الكسوه اللي عجبتني بزاف 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 بزاف، وهذا النوع هذا نيت لي خرج جديد فيه بحال هكا، واخا كاينين انواع اخرين متشابهه ولكن هذا الشكل اللي داير بحال هكا اللي خديت انا هو اللي خرج جديد وعجبني بزاف صراحه. الثوب ديالو كما انا شفتو في التصويره جاني هو هذاك. المهم كما كتشوفوا كتجي دايره بحال هكا من سمطه وكتجي مفرفره وكتجي دايره من هنايا، كتجي كلها فيها صدايف بحال هكا، وكتجي فيها هاد الخيط هذا اللي كيجي داير بحال هكا، يعني ما كيزير ما كينقص ما كيدير والو غير ديكوراسيون وصافي، وانتي الا بغيتي راه كتسميتو وكتجي مفرفره بهاد الطريقه هادي، وحتى اللون ديالها عجبني بزاف. المهم بالنسبه للصدر كتجي شي شويه، يعني انا ما نقدرش نلبسها في الصدر بحال هكاك، يعني
انا دابا لابسه مع واحد الدوني من تحت ابيض، وتقدروا يعني يجي مع دوني زرق داكن، غامق ابيض، اي لون لبستوه غيجي معاه. حتى انا بغيت نلبس حتى دوني، انا ما نقدرش نلبسها بحال هكاك. والصراحه الالوان ديالها صيفيه وكتجي بحال يعني في الربيع، فيها دوك الاوراق ديال الشجار وداكشي، يعني كتجي زوينه في الفصل ديال الربيع. المهم الكسوه الثانيه اللي غادي نوري لكم هي هذه، يعني واحد الكسوه اللي كتجي هكا، هذه يعني كسوه بحال كاسوال ولا يعني دياريو، تقدري تلبسيها يوميا، تقدر تمشي بها للبحر، تقدر تخرجي بها كدير بها شوبينغ عادي. ولكن دابا غادي نوري لكم كسوه ديال الثانيه اللي خديت على بحال ديال الحفلات. الكسوه الثانيه اللي دايره بحال ديال الحفلات هي هذه، كتجي دايره بحال هكا. صراحه عجبتني بزاف، كتجي من هنا اللون ديالها عجبني بزاف بزاف بزاف. من هنايا كتجي دايره كلها شبكه، هذه الصراحه جاتني كبيره في الصدر شي شويه، يعني غادي ما عرفتش غنشوف ليها شي حل، حيت في الصدر جاتني كبيره وفي يعني في الكيبان غير من هذه البلاصه هذه، وكيبان عند الكتاف اللي مشبك. كما من هنايا دايرين ليه واحد الثوب غامق، يعني هذا الديكوراسيون هذا اللي دايرين ليها كما كتشوفوا. انا نقرب لكم هاد الصيف هادو دايرينهم فيها يعني هاد الطريقه. كما كتشوفوا البنات راه الثوب ديال هاد الكسوه يعني بوينه كاليدات، ماشي شي حاجه عيانه. انا صراحه هاد النوع ديال الكساوي اللي كيكونوا فيهم بالشبكه هكا وداكشي ما كنزعمش عليهم هنايا، حيت انا ما صراحه ما كيعجبونيش، كيديروا فيهم واحد الشبكه خايبه، ما تقال كي دايره دغيا كتسرب وخايبه. وفاش كتقيسيها ما كتقيسيهاش بحال دوك الكساوي الغاليين، كتقيسيها بحال شي شبكه ما تقال كي دايره. المهم ما عمري انا زعما تشري شي كسوه فيها شي شبكه، حيت من بعد كتسرب وما تقال فاش كتصبر كتجي خايبه ولا ما تقال كي كتكون. المهم هاد النوع هادو ديال الكساوي هنايا دائما انا كنتلاقاهم غير في هادوك الحوانت اللي كيكونوا شغنقول لك كيبيعوا الكساوي ديال الاعراس والحفلات وداكشي، وكيكونوا بحال هاد النوع ديال الكساوي هكا اللي بوينه كاليداد، يعني ماشي شي حاجه يعني ماشي شي حاجه عيانه. الكاليداد ديالها زوينه بزاف. ومن هنايا كما كتشوفوا راه ما دايرين لكش واحد الثوب داير بحال النيلو، داك الثوب اللي يعني ماشي داير داك الثوب العيان، داك الثوب اللي كنقول ليه حنايا بحال ثوب المرايا ولا ما عرفتش، زوين بزاف صراحه. فاش قصتو عجبني، ماشي داك يعني غليظ ما كتبين ما والو، داير بحال الثوب ديال المرايا. حيت كاين بعد هاد الكساوي هنايا تلاقيتهم هنايا في التيندات، هاد التحتاني اللي كيديروه دغيا كيطلع كيبقى طالع الفوق وكتبقى غير الشبكه، يعني ما كيعجبنيش هذاك النوع. بحال هذا النوع هذا نزعم عليه هنا في الحوانت هنا حيت ما كيعجبنيش. وفي العنق راه كتجي دايره بحال هكا، فيها واحد الطرزه، كتجي واحد الطرزه دايره بحال هكا اللي كتجي زوينه بزاف صراحه. هذه في اللون، في اي في اللون ديالها، في الشكل ديالها مفرفره بحال هكا، عجبتني بزاف. كتلحى في شي نهار بحال هكا ديال الحفله كومبلي انيوس، بحال هكا شي عراضه، ماشي يعني شي حاجه ديال يومي ديال يومي هي هذه، يعني خديت وحده يومي وخديت هذه ديال الحفلات. دابا غادي ندوز نوري لكم الساك، الساك اللي خديت صراحه واعر بزاف. عاد باش غادي ندوز نوري لكم فستان ديال البشره الجافه البنات، هذا هو الساك اللي خديت. كيجي بحال هكا هنا، يعني كيجي داير بحال هكا، وكيجي اصلا في البلاستيكه انا اللي حيدتها، حيت شفتو عاد باش كيجي، يعني كيجي كله مغلف مزيان، يعني ما تخافيش باللي غيتجرح ولا غطرى لي شي حاجه. الساك هو هذا. المهم البنات هذا هو الساك، صراحه كيبان شي حاجه واو، يعني كيبان راقي 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 بزاف. شوفوا كيفاش داير، صغيور زوين، مناسبات يعني خفيف واعر. ما عرفتش كنقول لكم صراحه، انا فاش شفت لاباج ديالهم قلت واو هاد السكر عرفتي ما نخليش، وثمن رخيص 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 بزاف، يعني بحال هذا تلقاه هنايا في التيندا فيسيكا راه ما غاديش تلقاه في هذا الشكل هذا اللي كيكون داير بحال هكا راقي وزوين. انا صراحه بحال هادو اللي شفت دايرين بحال هكا من هنا كيديروا لهم واحد الحديده، يعني هنايا كاينه حديده عاد باش داير لي هاد الثوب هذا باش يجي قاصح هكا. والساك كما قلت لكم الا ما كان قاصح راه ما كيعجبنيش نهائيا. كما عرفتي شبعت ضحك في هذاك الساك اللي كان شحال هادي وريتو لكم، جا وصلني لاوي هذاك النوع راه ما نهزوش كاع نهائيا. وهذا اوعر ساك، عرفتي الساك خطير. ومن هنايا كيجي داير بحال هكا، انا نوري لكم
كما كتشوفوا راه كيجي داير بحال هكا كتهزيه هنايا كيجيو فيه هادو باش الساك ديالك ما يقيسش الارض ويتوسخ. كتقدري تهزيه بهاد السمطه هادي، ما بغيتيش تقدري تهزيه بهاد الطريقه هادي. وهاد الديكوراسيون هذا اللي جا هكا غزال الصراحه، كيبان راقي وزوين بزاف. هذا اوعر ساك شريت في هاد العام هذا. المهم انا غادي نحل من الداخل باش نشوفو بحالاش داير من الداخل. البنات كيجي داير بحال هكا، يعني كيديروا اصلا في هذا يعني باش ما الساك ديالك يطرى فيه والو، ولا اصلا هذا كاع ما غاديش يتعوج كاع والو. من الداخل البنات كيجي داير بحال هكا، فيه جوج جيوب من الداخل. ومن الداخل شنو غتقدري تهزي فيه؟ تهزي فيه شي حاجه بحال يهزلك البزام ديالك، يهزلك تليفون، يهزلك شي حاجه هكا صغيره سوارت. صراحه كيصلح النهارات بحال هكا. انا صراحه كيعجبوني الحوايج اللي دايرين بحال هكا، اللي كيكونوا كتلبسيهم وكتباني راقيه، ماشي شي حاجه اللي ما عرفتش كنقول لكم بحال هكا. دوك ساكادوات وداكشي ما كنكثرش فيهم صراحه، ساكادوات وداكشي خديت غير جوج. المهم كيما قلت لكم هاد الساك راه صراحه عجبني بزاف، كيبان راقي ماشي شي حاجه هكا سميتو. وكيما قلت لكم هاد الاشكال هادو اللي كيعجبوني بحال هكا ما كنتلقاهمش كاع بزاف في التيندا. فيسيكاس قليل الا تلاقيت شي ساك هكا، يعني عادي كتشوفي كومون، يعني كتشوفي كومون كلشي كيهزو الناس بزاف وداكشي. شي حاجه بحال هكا اللي واحد يعني مفصل في شي شكل وواحد الطريقه زوينه بزاف، قليل فاش نقدر نتلقاه هنايا. بوندو اللي كنت كنهضر لكم عليه بزاف وكنت كنقول لكم عليه باللي كاين في ميركادونا وكيدير ب 10 اورو، هو هذا يعني ب 9 اورو شي حاجه. هو هذا البنات، هذا ديال ماكس فاكتور. راه دابا غادي تشوفوه مزيان، غنوري لكم واحد، نخلي لكم واحد الفيديو باش تشوفوه مزيان ولا واحد التصويره. المهم هذا الفوندو تان هذا الصراحه زوين بزاف، وفيه واحد الحمايه ديال الشمس، فيه SPF 20. صراحه كيحمي من الى درتي يعني ما تخافيش من يعني درجه الحراره غتاثر لك على الوجه ديالك. وهاد الماركه هذه ماكس فاكتور، يعني واحد الماركه معروفه واللي زوينه بزاف. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه ننصحهم ياخذوا هذا ديال ماكس فاكتور، والناس اللي عندهم البشره دهنيه ياخذوا ديال داك اللي وريت لكم ديال فيخو. المهم هذا البنات راه كيدير ب 9 اورو و99 ولا 9 اورو شي حاجه، يعني 10 اورو قل. وخديته في بيرفوميريا ديال ميركادونا، صراحه زوين بزاف. الحاجه اللي عجبتني فيه وجلبتني في هذا الفوندوتان هو في فوندوتان وبرايمر وكونسيلر. يعني هذا الفوندوتان هذا تقدري توصليه تحت العينين ديالك، ماشي داك النوع مثلا بحال ديال فيخو اللي تقدري ديري غير هنايا وخاصك واحد الكوريكتور اللي ديري تحت العينين ديالك. حيت كاين بعض الفوندوتانات فاش كتوصلي تحت العينين ديالك كيقدر يسبب لك في التكماش ولا كيزرق لك تحت عينيك. يعني هذا ما تخافوش تقدروا ديروا فوق عينيكم وتحت عينيكم وديروا في الوجه ديالكم كامل، حيت فيه كوريكتور وفيه فيه هذاك الكوريكتور هذا برايمر اللي كنديرو قبل من الفوندوتان باش سميتو، يعني مجموعين فيه ثلاثة ديال الحوايج في هذا الفوندوتان هذا. وهذا هو اللي كنت بغيت نهضر لكم عليه. تقدروا بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في اسبانيا راه غادي تلقاوه في المغرب، في الجزائر، في اي دوله، حتى في الدول الاوروبيه، حيت ماكس فاكتور راه واحد الماركه عالميه اللي كاينه في جميع الدول. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم. ولا عجبك الفيديو بحال ديال اليوم ديري ليا بزاف ديال لي لايك. وقبل ما نمشي راه غادي نخلي لكم واحد غنخلي لكم واحد الكوز ديال كوز التخفيض كما ديما. الا خديتو فوق من ولا خديتو 55 اورو في المشتريات من روموي غادي ينقصوا لكم 5 اورو، غادي يحيد لكم 5 اورو ديال التخفيض. وغادي نخلي لكم يعني الرابط ديال الساك والرابط ديال جوج كساوي باش والرابط ديال الموقع ديال روموي باش يسهل عليكم باش تدخلوا النيشان الكسوه ولا الساك بلا ما تدخلوا تبقاو تقلبوا في سميتو. بسلامه عليكم وحتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.